حاكميته لحزب البعث نكاية بالحزب الشيوعي. قريت شباب الباعث يتطوعون في لجان أنذار. عائلة السيد علاوي كانت تنتمي للعهد الملكي. أدي موقف معادي للشيوعية ويا نفسي يعني. في انقلابات كل خميس وجمعة انقلاب عندكم. أبويا نفول السليمانية. ليش طلعتوا تظاهرات ضد قاسم؟ أفكار هدامة وأفكار جاية من الخارج. لذلك انتميت لحزب البعث. ورحنا إلى الجامعة وسدينا الأبواب وطلعنا الموظفين. دكتور اياد علاوي كان من شباب الحرس القومي وكان صديق منذر الونداوي. وأنا شخصيا انقهرت على عبد الكريم قاسم على ظهر الدبابة وقلنا لا يبطون السلاح، قال ما عندنا بس مسدس بثلاث طلقات. سلام عارف لولا البعثيين يحلم يوصل للسلطة. شفنا البعث هو يلائم طموحاتنا أكثر، سواء كلاب حتى نخلص من هالقصة هاي. شعل عقلبهم يومية معتقل. قلت له من عدوى الدين، قلت له سرح من عدنا احنا بعد يومين ثلاثة بس وكتحزن.